هلا احكي لي وسام، شو بتحب، شو الاحلام اللي عندك، احلامك الذاتية كطفل فلسطيني؟ انه تتحرر فلسطين حلو، واقدر ارجع ليافا، حكوا لك ايش الماما والبابا عن يافا؟ انه كان في ساكنين فيها سيدي وستي. بتعرف انها حلوة كثير وكبيرة كثير، وان شاء الله بنتمنى انه فعلا تتحرر فلسطين ونرجع لاراضينا ونرجع لبلادنا الحلوه كتير اللي احنا ما بنقدر نروحها هلا ولا حتى نزورها.